الزحام، العشوائية والضوضاء عناصر أساسية في الثقافة المصرية، قد تأتي في صور كثيرة في أفعال المصريين، ولكن ماذا لو كانت تأتي في صورة لوحة مرسومة، وبالأخص إعلانات الحائط؟ إعلانات الحائط هي من أكثر أشكال التصميم الشعبي انتشاراً في شوارع القاهرة، وبالأخص في المناطق الشعبية، فهي اقتحمت المساحة العامة بشكل كبير، مثلما تقتحم لوحات الإعلانات على الطرق السريعة تلك المساحة أيضاً. إحنا عنينا طول الوقت بتشوف stimulation، وده مش مظبوط، عشان كده بننهج، يعني عنينا بتنهج، أخ نهار بيقول واحد عايز يغمض عينيه عشان يرتاح. فبرضو ده جزء من الثقافة، إنه في صخب، في صخب عالي. أنا مش بتكلم صخب الديزاين، أنا بتكلم صخب إنه كل حتة فيها إعلان، ده مش صح. اختيار منفذين ومصممين إعلانات الحائط للألوان الصارخة واستخدامهم لحروف كبيرة تلفت الانتباه بشكل كبير، لذلك فهي تعتبر مناسبة لأصحاب الخدمات الذين يرغبون في الدعاية لأنفسهم. هي في حد ذاتها تعبير عن الـ 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 الطريقة اللي الناس بتتكلم بيها، تعبير عن المعاني اللي الناس عايزة تقولها. لما تقري الإعلانات دي إعلانات عن إيه، هتعرفي هي إيه الحاجات المهمة في المجتمع ده. وفي هذا السياق تتمحور اهتمامات المجتمع حول مهنة المأذون، مطاعم الأكل، أكاديميات رياضية، إعلانات دخول كلية حربية، ولكن بالأخص الدروس الخصوصية. اسمي حميد سلام، وبمضي على اليوفد حميد وبعض. اللي بيعمل دعاية بيعملها عشان يعني يظهر الحاجة اللي هو شغال فيها. إذا كان هو بتاع عربيات بيعرف الناس اللي هو بتاع عربيات، أو بيأجر عربيات. مدرس برضو بيعرف الناس على أساس إيه الطلاب تروح له. هناك نوعين من مصممين تلك الإعلانات في الشوارع، منهم المعتمدين على الفن الخط العربي، وتكون مهنتهم في الأصل خطاطين ويستخدمون الحروف العربية السليمة، ولكن النوع الآخر فهم في الأصل رسامين. ولكن في النهاية هذه الاختلافات تعبر عن هوية كل مصمم منهم. أي حد يشوف الشغل بيعرف إن ده حميد اللي عامله مثلا. يعني بالنسبة للألوان، الألوان دي بتعبر عن كل حاجة عامة. يعني مثلا انا ممكن اعمل حاجه، يعني انا بكتب حميد دلوقتي، ممكن ادخل فيها كذا لون اوصل للراجل اللي بيقراها اللي انا في دماغي حاجه عايز اعملها، عاوز اوصلها له. هي كان زي ما بقول لحضرتك الشغل كله كان يعتبر كتابات بالفرشه، دلوقتي الكمبيوتر طلع والحاجات دي، فالجديد كله طلع يعتبر الرسم واللعب بالحروف العربيه باشكالها المختلفه وازدحام الالوان في اعلان واحد مرآة لثقافه غالبيه الطبقات في مصر، ولكنها مهنة صارت في طريق التطور مثلها كالكثير من المهن التي باتت على شرفة الانقراض بسبب التكنولوجيا. هبة فؤاد، تلفزيون الجامعة الأمريكية، القاهرة.